ترى كنا يلا طع كعب 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 يلا يلا تعي 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 أول ما أفتح الباب يا بيبي ها أوكي لحظة 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 يا بيبي يلا 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 يا هلا يا هلا يا هلا تو ما نور البيت تعالوا تعالوا يلا 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 شوي شوي يا زين فيشو فيشو الحمد لله على الكلام مش خالتي حبيبتي الله يسلمك تعال 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 عطي السلة الله يسلمك حبيبي على السلامة خالتي تو ما نور البيت حبيبتي حبيبتي هاكم هاكم نورت البيت يا خالتي نورت فيه تعالي خليني اشوف تعالي من دقت علي شيمة وقالت لي امس بالليل طر 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 من الفرحه تمنيت الفير يطر علشان مسهي وبارس لك يا يوم بعد قلبي صار الحمد لله بالمبارك يا فهد يا حبيبي يا يوم يا حبيبي الله يبارك فيك بالمبارك بالمبارك يا اخوي حبيبي الله يبارك أمينة؟ إيه يما أمينة واحد وأمينة اثنين وثلاثة يلا سمعوني يا باب يلا 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 يا ببي يا ببي أنت 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 يا الشيطان يا ببي يا ببي يا ببي هاكم هاكم يلا 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 هذا الدرابيل السنعة مو الدرابيل اللي ذاك المرة جبتهم ما كانوا حلوين زين أشو عجبوك الحلو ما يبي الحلو مثله ويه إيش عليك يا الجعدة كل شيء من إيده حلو الله يخليك لنا يا ماجد ويطول لنا بعمرك وتحضرين عرسي وتشيلين عيالي قولي آمين آمين يا رب هذا ما أدري إيش فيه كل سعية بسيرة الزواج والعرس أكيد شايف له شوفة أنا وين يما ماكو شيء أنا قلت لك كلمة واحدة ما في زواج إلا عقب ما تتخرج وتوظف إن شاء الله يما هذا السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم عليكم السلام ايش فيها سارة؟ ما في يما تونا طالعين عند الدكتورة وقالت إن سارة مو حامل ابعد روحي يا سارة ابعد قلبي قلبك يمكن هذه الدكتورة ما تعرف شيء يمكن خوارة كان رحت دكتورة ثانية شيماء دكتورتها وايد زينة كان خذيت رقمها ودقيت عليها ورحت لها يعني معقولة واحدة من أمس لليوم وهي تبدها تقلب وتطلع مو حامل يما خلاص ماكو فايدة الدكتورة سوت التحاليل والتحاليل بينت إن هي مو حامل شو الفايدة من دكتورة ثانية لا حول ولا قوة إلا بالله فهد شكله حيل متضايق أول أمس أول ما درب الخبر من وناسة قال حق البيت كله يا بعد قلبي قلبك يا سارة يا الله يا رب يا حبيبي يرزقك بالظن اللي يفرح قلبك يا يما يما توش طالعة من المستشفى لا تقعدين تحرين نفسك أنت ادعي لها والله كريم اللهم آمين اللهم آمين يا رب يرزقك بالظن يا رب يا رب يا حبيبي